بحال صح لكم انه تتخلوا عنا لوزاره الطاقه تاخذوا وزاره رجينا هلا قلنا له بدناش وزاره الطاقه قلتوا لهم كيف لكان ما عن جد ما معك ما سمعتيها لا ما خبر ايه. انا لا الماليه ما فيكم تاخذوها مش عم لا لا بس انت دوري تلعب بس انا ما خبر بدك تحاور الناس ما انا يعني انا عم حاور الناس بواسطتك يعني عم بتوجه فضل. للناس انه المش عارفين خليه يعرف انه هيدي المره والدليل حتى بالغبطة البطرك بس توسط وهو طلب لانه بالاخر نحن تتالف بين رئيس جمهوريه ورئيس حكومه بس اذا فات وسيط مش معناتها انه وسيط مثل غبطة البطرك انه لا بدك تبيني له الحقيقه قلنا له هيدي الخيارات مثلا عم تعطيه انت كنموذج في وحده منهم ما فيها وزاره الطاقه ما كنا بغلط ما كنا متمسكين فيها ابدا ما كنا متمسكين فيها بس بالاخر حاروا داروا طب بده يحتفظ بالماليه وبده يحتفظ بالاشغال وبده يحتفظ بالداخليه وبده يحتفظ بالاتصالات وبده بده بده ما بيخلينا شيء يعني شو بناخذ الله يعين هالناس هيك بدي اقول لك اليوم الله يعيننا نحن ما نحن حاملين هالناس لا ما نحن نحن الناس معلش دانيا عم اقول لك الناس العاديين أنا بعيدا عن السياسه انتم معودين على غيري غيري الله يعين الناس اللي غيري غيري عن السياسه غيري كمان بيمثل الناس اللي بيمثلهم انا ناسي انا موكليني انا مش انا فارض حالي على حدا وبكره جايين انا اول واحد ناطر الانتخابات يا الناس بترجع بتجدد ثقتها فينا او بتريحنا خليها تكفي